مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحلقة جديدة من برنامج سياسة في دين. ما زلنا مشاهدينا نبحر فيما يخص أهم المواد الرئيسية الخاصة بالحريات والخاصة بحريات الاعتقاد في الدستور الجديد، وما زلنا نحاور التيارات المختلفة في هذه الموضوعات. معنا الآن سيادة الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وسينضم إلينا الآن بعد دقائق قليلة الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور عن حزب النور. أرحب بك معنا دكتور رأفت عثمان. حقيقة الجدل الدائر حول المادة الثانية من الدستور ما بين المبادئ أن تظل كما هي في دستور 71 مبادئ الشريعة الإسلامية، وما بين أن تتغير إلى الأحكام، أحكام الشريعة الإسلامية أو كأزهري، كيف ترى هذه المادة وهذا الجدل حولها دكتور رأفت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البداية يعني لو سمحت لي أفرق بين المبادئ والأحكام والشريعة. أولا الشريعة هي مجموعة الأحكام كلها في مجالات العقيدة والمعاملات والجنايات وكل ما يتصل بحياة الأفراد والمجتمعات، لأن الشريعة معناها أحكام جاءت من الله عز وجل لرسول معين، في شريعة موسى اللي بينها التوراة، شريعة عيسى اللي بينها الإنجيل، شريعة محمد اللي بينها القرآن وزيادة السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي حق التشريع بجانب حق الله في التشريع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن في النهاية إن هو إلا وحي يوحى، فهو طبعا هو حتى لو حدث في بعض الأحكام يقولها يعني هعبر برضو تعبير يمكن يكون يعني لو حدث خطأ في اجتهاده هو ينزل الوحي يوجهه، زي ما حدث في أسرى بدر. صحيح. الرسول كان له رأي تاني، نزل القرآن الكريم يعدل هذا الرأي. إذا الشريعة هي مجموعة الأحكام، كل الأحكام سواء كان في العقيدة أو التعامل من بيع وإيجار ورهن وشفعة وكفالة وضمان إلى آخره، أو العبادات، كل دي شريعة. طيب دلوقتي ايه الفرق بين المبادئ زي ما سالتك طلبت والاحكام؟ المبادئ يعني قواعد عامه. يعني مثلا الشريعه لانها شريعه الاسلام لانها لا تختص بزمان معين ولا بيئه معينه، وانما جاءت نهايه لكل الشرائع الالهيه، تستمر الى ما لا نهايه حتى تنتهي الدنيا، فكان لابد ان تحمل في خصائصها خاصية القدرة على بيان الأحكام في كل حياة الناس، وإلا جاء وقت لا تستطيع الشريعة أن تبين فيه أحكام، ومن هنا نحتاج إلى رسول جديد بقى، وده طبعا مستحيل، لأن الله عز وجل حسم هذه المسألة في قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن لابد أن تكون فيها في الأمور التي يعلم الله عز وجل أن مصلحة البشر لا تتغير فيها من عصر إلى عصر، مثل هذه الأمور يبينها بالتفصيل. والمبادئ سريعا لو تذكرنا بها فضيلة الدكتور. المبادئ العدل والمساواة. الشريعة بقى تيجي في الأمور اللي هي ممكن تختلف من عصر إلى عصر، من عصر إلى عصر، يدينا فيها مبادئ عام. يعني في السياسة مثلا يقول لي اختيار الرئيس لابد من باختيار الأمة. الأمة هي اللي تختار الرئيس. اولا من واجباته العدل، من واجباته الشورى، مسؤوليته امام الشعب، كل دي مبادئ. نيجي بقى المساواة بين الناس. لو احكام بقى لو احكام، ادي احكام لسيادتك في المبادئ دي. يعني مثلا كون الحاكم لابد ان يستمد منصبه من الشعب، يبقى نيجي نقول حكم التزوير ايه، تزوير الانتخابات ايه. تيجي بقى ادي الفرق بين الحكم والمبدا. برضو الشورى، يعني ايه الشورى؟ يعني لابد ان يستشير الامه في كل الامور الكبيره جدا، سواء كانت معاهدات او غيرها. يعني مثلا زي بيع الغاز لاسرائيل، ما استشارش الشعب،
يبقى إذا لابد كان يستشير. يعني سبحان الله من الناحية الدينية كان يجب أن يستشير الشعب أو ممثلي الشعب عن هذا الأمر. اللي هو المجلس الشعبي يعني إذا كان منتخب يعني انتخابا حرا ونزيها. مثلا العدل واجب من أسس الدولة الإسلامية العدل. ده مبدأ عام برضه في السياسة. طيب لما يجي حاكم يأمر باعتقال 4000 في ليلة واحدة. هل الإسلام يقر هذا؟ أبدا. دي الفرق بين المبادئ. في المبادئ مثلا في الاقتصاد الإسلامي يقول لي ممنوع الربا. يبقى إذن كل تعامل في ربا يدخل تحت هذا طيب المبدأ. أخيرا حتى نغلق هذه النقطة. أنت أقرب أن تبقى المبادئ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع أم نحولها كما يطالب البعض إلى أحكام؟ ودعنا نجيب عن هذا السؤال بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل معكم هذه الحلقة وسياسة في دين. ابقوا معنا. يكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسي عيسى العيار. يا شعب مصر العظيم، أنتم أهل السلطة ومصدرها. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. إنني ليس لي حقوق وإنما علي واجبات. يا أهل مصر طاب المحي، عن مقهى جئناكم دموا إلينا. حكاية عمرها عشرة قرون، أسقطت دولة وبنت مسجدا، على أعتابه تغيرت دول وممالك، كتب تاريخ الأمة وبقي ليحكي القصة، من الفاطمية إلى الأيوبية ومن المملوكية إلى العثمانية. الأزهر، الخوذة والعمامة في هذه الأوقات. من جديد مشاهدينا ونستكمل معكم هذه الحلقة وسياسة في دين. انضم إلي لاحقا دكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور وعضو الهيئة العليا لحزب النور. أهلا بك معنا دكتور يونس. كنا نتحدث مع دكتور رأفت عثمان حول المبادئ والأحكام، فسر لنا بشكل سريع المبادئ والفرق بينها وبين كلمة الأحكام، وكنت أسأله بشكل واضح أيضا وصريح إلى أيهما يميل، أن نبقي على المادة الثانية في الدستور كما هي المبادئ مبادئ الشريعة أم نغيرها إلى أحكام؟ دكتور تفضل. أنا أرى أن يعني لو قلنا كلمة الشريعة تشمل الاثنين، تشمل المبادئ والأحكام. يعني ما نقول الشريعة يعني المصدر الرئيسي للتشريع، خلاص يبقى المبادئ فيها والأحكام فيها. من ناحية السياسة متحققة فيها المبادئ العامة، اختيار رئيس الدولة لابد من الشعب، مسؤولية رئيس الدولة، مبنى رئيس الدولة في علاقته مع الشعب مبنية على ايه، دي كلها مبادئ وهي نفسها شريعة. كذلك زي ما قلت لسيادتك في الاقتصاد مثلا، لما نيجي نقول ان ممنوع في الاقتصاد الربا، ممنوع الغرر، ممنوع الاحتكار، كل دي مبادئ عامه بيندرج فيها احكام شرعيه. يبقى اذا لما انا اجي اقول ان اعبر
بكلمة الشريعة هي شاملة للمبادئ والأحكام، لأن كلمة الشريعة هي ما جاء به أي رسول. جميل. لكن المادة في دستور 71 جاءت كالتالي: المبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. البعض طالب بتغييرها إلى أحكام، هل أنت معه في هذا القول أو هذا الطرح؟ لا لا لا، أحكام أصلي يعني كلمة أحكام ربما في بعض الأحيان يجيء في مسألة عامة عدة آراء في الفقه الإسلامي. طيب يبقى ما العمل؟ ما العمل في هذا؟ لكن لما نيجي نقول مبادئ أو أعبر أنا يعني كما أقترح يكون بالشريعة، يبقى هيكون في سعة في الآراء، سعة في هذا الحكم الذي نبحث عنه. دعنا نستمع لرأي حزب النور. دكتور يونس، أنتم من طالبتم بتغييرها إلى أحكام أو الشريعة الإسلامية تكون هي المصدر الرئيسي للتشريع، وجهة نظركم ماذا كانت؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو مطلبنا أولا كحزب النور أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وطبعا احنا لنا أسبابنا ومبرراتنا التي جعلتنا نطالب بكلمة الشريعة. زي ما قال أستاذنا الفاضل، كلمة الشريعة تشمل المبادئ وتشمل الأحكام، والله سبحانه وتعالى قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، فالشريعة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالإضافة لأن كلمة مبادئ كلمة مبهمة، يعني ممكن توحي بعدة معاني، وينبغي أن الدستور لا توضع فيه كلمات مبهمة، بل لابد أن تكون الكلمات واضحة لا إبهام فيها، ولا تترك للمفسرين حسب اجتهاداتهم. والدليل على ذلك أن المحكمة الدستورية عندما عرض عليها كلمة مبادئ لكي تفسرها، فقالت أن هذه الكلمة لم نجد لها أصلا في كتب التشريع أو كتب الفقه، فاجتهدت المحكمة وفسرت كلمة مبادئ أنها تعني الأحكام قطعية الدلالة، قطعية الثبوت. وكما هو معلوم أن معظم السنة ظنية الثبوت، ولا يوجد في السنة قطع الثبوت إلا الأحاديث المتواترة وعددها قليل. كذلك هناك يعني كثير من أحكام القرآن ظنية الدلالة، لأن في كثير من النصوص تحتمل عدة تأويلات وعدة تفسيرات. فلو أخذنا بتفسير المحكمة الدستورية أن المبادئ تعني الأحكام قطعية الدلالة قطعية الثبوت، معناه أن إحنا معظم الشريعة لن تدخل في حيز التنفيذ. ولذلك كان طلبنا واضحا ان تبقى الشريعه كما هي الشريعه. فاذا وجدنا هناك يعني اصرارا ان لابد من كلمه مبادئ، فقلنا لابد ان تفسر كلمه مبادئ في الدستور، ولا تترك لاجتهاد المفسرين، وخاصه ان الدستور ده بيوضع لاجيال قادمه، فقلنا لابد انها تفسر. ولذلك من اللي حفسر كلمه مبادئ؟ قلت الازهر. الازهر طبعا الجميع يثق فيه. اسمح لي دكتور، أنا مش عايز أقطع حضرتك للحقيقة، لكن يعني كل من تحدث في هذا الأمر حتى التيارات الإسلامية الأخرى متفقة على كلمة مبادئ، فيما عدا حزب النور للحقيقة هو الذي لديه يعني رؤية مختلفة في هذا الأمر. لماذا؟ الحق ما وافق طاعة الله ولو كنت وحدك. والعبرة ليست بالكثرة، يعني ليس يعني ما كانت أبدا الكثرة دليل على الحق في القرآن. طيب. فمعليش أوضح وجهة نظري، أكمل وجهة نظري. إن كلمة شريعة كلمة تشمل المبادئ وتشمل الأحكام، لأن هناك في الإسلام هناك أحكام تفصيلية لا تتغير بتغير الزمان والمكان، كالعبادات، كالإيمان بالله واليوم الآخر، كالمواريث، هذه الأمور لا تتغير، ولذلك فصلها الله سبحانه وتعالى أحكاما مفصلة. وهناك في أمور بتتغير بتغير الزمان والمكان، وضع الله سبحانه وتعالى لها أحكاما عامة وترك فيها مجالا للمجتهدين لكي يجتهدوا فيها، كمبدأ الشورى، مبدأ في مبادئ كثيرة. فلذلك نحن نقول الشريعة. وأيضا لنا مبرر آخر، أن في إضافة أرادوا أن يضيفوها لأصحاب أو لأهل الكتاب، أنهم لهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم طيب لماذا هم يتحاكمون إلى شرائعهم ونحن المسلمين نتحاكم إلى مبادئ شرائعنا؟ يعني أمر غريب. ده احنا عايزين تفسير بقى من الدكتور رأفة عثمان. أولا الدكتور يونس قال حاجة، قال لا كلمة مبادئ دي كلمة مبهمة، فأنا محطش أجي أحط كلمة مبادئ وفي الآخر نختلف على تفسيرها، ولو هتحطوها يبقى نرجع للأزهر نحطه مرجعية وينص على ذلك. رأيك إيه في الجملة دي تحديدا؟ كلمة مبادئ فعلا كلمة مبهمة؟ لا، هو يعني أفضل منها كلمة الشريعة، لأن مبادئ برضو زي ما قلت لسيادتك هي مبادئ عامة، يعني قواعد عامة.
يعني لما يجي أقول إن إن السياسة لها قواعد عامة، استمداد الرئاسة من بيعة الأمة، مسؤولية رئيس الدولة، العدل، حفظ الدين، دي كلها أسس الشورى، دي كلها أسس للدولة في الإسلام. التفاصيل بقى يجي أحكام تفصيلية، يعمل إيه رئيس الدولة، يجي نعاقبه، نعزله، نعمل كذا، لابد من أن يستشير الأمة في. يعني أنت معهم دكتور رافت متفق في مسألة أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، أفضل. ولا أحكام ولا مبادئ، لا الشريعة الإسلامية، لا الشريعة فعلا. طيب لأنها تشمل الاثنين. للحقيقة لو التوافق في هذا المجتمع أو في مصر والطرح ده طرح الشريعة الإسلامية ممكن يدخلنا في نفق عدم التوافق، هل يجب أن يكون الأفضل أن نتوافق حتى على القليل الآن، وهي أن نكون مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع دكتور رأفت، أم لا ده حق وباطل ما ينفعش نتراجع عنه؟ لا طبعا، عند ما يتعارض الأمرين وإن المصلحة العامة تقتضي الاتفاق على صيغة معينة، يبقى المبادئ، يبقى المبادئ. وكلمة مبادئ أيضا فيها حفظ للمستقر في الشريعة لكل الأمور. وبرضو زي ما قال فضيلة الدكتور الكريم، هو في أمور يعني ضمنية الثبوت أيضا قطعية الدلالة، يعني أخالف حضرتك، حضرتك قلت لابد يكون مدام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، لا في أيضا فيه هم يعني العلماء قسموها إلى عدة تقسيمات، في نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلال، صحيح، يقول هو الله أحد، الله صمد، كذا كذا، وفي نصوص قطعية الثبوت، القرآن كله طبعا يعني قطعية قاطع الثبوت، في قطعية الثبوت كل آياته، إنما هو في برضو قطعية الدلالة وفي ظنية الدلالة، يعني مثلا مسح الرأس في الوضوء، أمسح الرأس قد إيه يعني؟ هل الرأس كلها زي ما بيقول أحمد ومالك، ولا يعني ربعها زي ما بيقول أبو حنيفة، ولا أي جزء منها زي ما بيقول الشافعي؟ فهنا لابد في يعني نعرف إن بعض النصوص القطعية ظنية الثبوت. طيب أنا الحقيقة خايف ندخل في تفصيلات فنية يمكن تستصعب على المشاهد، لكن دكتور يونس، هو الدكتور رأفت قال لا الأفضل لو هنشق عصا المجتمع ونختلف يبقى نروح لمبادئ، هل من الممكن فعلا أن تتراجعوا عن موقفكم لإحداث حالة من التوافق المجتمعي دكتور يونس؟ ده حضرتك اللي حدث فعلا، إحنا دائما حريصين على التوافق، وإحنا دائما حريصين نكون جزء من الحل وليس جزء من المشكلة، ولكن نحن نقول ما نعتقد أنه حق ونطرحه، إحنا لسنا يعني لنا سيطرة على الآخرين، يعني إحنا ما لناش إرغام للآخرين على أن يتبنوا أفكارنا، إحنا بنطرح وجهة نظرنا ونقدم الأدلة والبراهين بما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى. وفعلا تم هذا التوافق في النص الذي قلنا فيه، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسير هذه المادة باعتبار الأزهر الكل يثق فيه في هيئة كبار العلماء أو في مجمع البحوث الإسلامية. هو في اختلاف يا دكتور يونس على مسألة مرجعية الأزهر. حضرتك إلى الآن لم يصل إلينا يعني رد رسمي من الأزهر. إحنا في معانا في اللجنة 5 ممثلين الأزهر ووافقوا بالإجماع على نص المادة التي أعلنت والناس كلها عرفوها وسمعوها بمرجعية الأزهر. بعد ذلك بعد ما انتهينا الأسبوع الماضي سمعنا يعني تصريحات في الإعلام إن فضيلة الشيخ الأزهر يعني يريد حذف مرجعية الأزهر، وما زال مصر على ذلك، ولكن هذا الكلام أنا أقول لحضرتك إحنا نتعامل مع مؤسسة، وهذه المؤسسة رشحت لنا 5 من القامات في الأزهر، أنا كحزب نور، حزب نور أنا فوضت 5 من عندي يتفاوضون في أي قضية من القضايا وتوصلوا إلى حل، هل يعني يصح أو يجوز لي أن أنا أسحب هذا الحل وأن أنا أسحب هذا التفويض وان انا يعني ارد كلام من فوضتهم من قبل؟ بس اسمح لي دكتور، معلش الناس ابتدت تخاف، يعني تقول لك النهارده ماشي مرجعيه الازهر، احنا الازهر على عيننا وراسنا، لكن الازهر ممكن تتغير قيادته، ممكن يتغير فكره، يستحوذ عليه فصيل بعينه. الكلام ده غير صحيح، في يوم من الايام الكلام ده يعني فصيل ايه هيجي مثلا بوذيين هيسيطروا عليه؟ لا انتم مثلا يعني التيار السلفي يستحوذ في يوم من الايام على الازهر، يعني ماذا يمنع ذلك؟ الكلام ده غير صحيح، لان اولا الازهر له مؤسسات وله جامعات، وفي يعني تشكيل هيئة كبار العلماء في آلية لتشكيلها، فيصعب ان الأزهر يسيطر عليه يعني فكر معين، ونعلم ان الأزهر من 1000 سنة من بعد ما تخلص من الشيعة ومن حكم الفاطميين ما زال هو منارة للسنة، ولا يسيطر عليه فصيل معين، فالكلام ده هذا التخوف
وفزعت انه يسيطر على الازهر في كذا وكذا. الكلام ده غير واقعي وغير منطقي. وضحت الفكره على الاطلاق. معك دكتور رافض في مساله مرجعيه الازهر رايك. هو لو سمحت لي، هو لما نقول حتى مرجعيه الازهر في الدستور لم ناتي بجديد، بل بنؤكد وضع موجود، وبالتالي يبقى امر مستحب ان احنا نقول مرجعيه الازهر. ليه بقى؟ حاولي سعادتك، هو القانون اللي صدر اخيرا اللي هو تعديل قانون 103 وبمحتوى قانون الازهر هيئه كبار العلماء، ايوه انشئت او اعيد تشكيل هيئه كبار العلماء. هيئه كبار العلماء من اختصاصها ان او من حقها ان هي صاحبه الراي الاخير عند الخلاف في المسائل الدينيه الكبرى، بعد ما يبحثها مجمع البحوث الاسلاميه ويدرسها ويقدم بحوث ودراسات للهيئه، هي لها الكلمه الاخيره. يبقى اذا هي نفسها لا، هو المرجعيه الازهر موجوده في القانون. يبقى ايه الخوف من ان ننص عليها تاني في الدستور؟ ما في لا، انت مش عايزه ينص عليها. لا انا عاوز وفق الماده عليها. الماده الثانيه ولا عايزه اريد ينص عليها. طب ايه سبب تراجع شيخ الازهر عنها؟ لانها لا تتصادم مع وضع قائم. حضرتك عضو هيئه كبار علماء الازهر، ليه شيخ الازهر تراجع وقال لا احنا مش عايزين يبقى الازهر هو المرجعيه او ينص بهذا الشكل؟ ان الازهر نفى هذا. أريد ان الازهر لم يقل هذا. انا اتصلت بالمستشار محمد عبد السلام، المستشار القانوني للشيخ الازهر وعضو الجمعيه التاسيسيه، فانا اتصلت به تليفونيا ويعني نفى هذا، اخبرني ان الشيخ الازهر لم يصدر بيانا. ولذلك عندنا بكره الساعه 10 ان شاء الله جلسه لجنه المقاومات الاساسيه، وهنسمع الممثل الازهر هل فعلا ده رد رسمي، علشان على ضوءه ممكن احنا نقترح مثلا اقتراحات اخرى نصل بها الى توافق. تمام. وده اللي احنا نرجوه يعني ان شاء الله. انتقل معك الى نقطة اخرى، وهي مسألة حرية الاعتقاد في الدستور الجديد، وهو واضح ان انتم يعني ذاهبون لان تكون الاعتراف فقط بالشريعة اليهودية والمسيحية فقط، ولن تطلقوا مسألة حرية الاعتقاد حتى طبعاً للامور الاخرى. الا ترى ان ذلك صحيح. تضييق للحرية يعني البهائي وغيرهم. حضرتك يعني احنا لابد ان يكون الدستور منضبط بالنظام العام للبلد. النظام العام لمصر لا يسمح بأي ديانة أخرى غير اليهودية وغير المسيحية على الإطلاق. فإحنا لا نسمح مثلا بالبوذية أو للسيخ أو للبهائيين، لأن البهائيين هؤلاء مرتدين عن الإسلام، وكذلك كما يعني يعلم فضيلة أستاذنا الدكتور كذلك القديانيين دول مرتدين عن الإسلام، يدعون هناك نبيا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك البهائيين. فكيف نسمح لهؤلاء؟ بس يعني في قاعدة يعني آية قرآنية، فمن شاء فاليوم ومن شاء فليأكل. هل نسمح لعبدة الشيطان اللي هم عندهم من ضمن الطقوس عندهم حفلات الجنس الجماعي؟ هل هذا يسمح به المجتمع المصري؟ فلابد من التقييد، ده شيء طبيعي، وهذا الشيء متعارف عليه في جميع الدساتير المصرية منذ نشأة الدساتير المصرية، ان المعترف بها اللي هي الشرائع السماوية اليهودية والمسيحية، غير ذلك فلا يسمح به في المجتمع المصري، والا انقلبت الامور الى فوضى وحصل انشقاق في المجتمع المصري. واحنا النهارده اخوف ما نخافه الى تمدد المذهب الشيعي في مصر ليحول مصر إلى بلد طائفية كما يحدث في العراق. حضرتك ما ردتش علي. طيب أو كما يحدث في لبنان. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كيف نوفقها مع ما تطالبون به؟ حضرتك هذا اعتقاد شخصي بينه وبين الله. ده إحنا لا ننقب على القلوب، ولكن كديانة يكون لها معترف بها ولها أماكنها تمارس فيها شعائرها، فنحن لا نسمح بذلك إلا للشرائع السماوية الاثنين اليهودية والنصرانية فقط، أما غير ذلك فلا. دكتور رافت عثمان، مسألة حرية الاعتقاد في الإسلام بس اسمعني سيادتك، على التعليق على من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، النص الكريم هو بينه وبين الله يؤمن ويكفر. إنما يعمل تشكيل أو هيئة أو حزب ينادي بعبادة الأصنام مثلا، ها واحد يقول حنعبد الأصنام، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اسمح له؟ اللي بيعبد الاصنام زي ما بيقول البهاء نبي الله. ما الفرق؟ ايه نبي الله؟ ده اله، ده الههم، اله بعض الفرق القديانيه. انت مع الاقتصار على الشريعتين اليهوديه والمسيحيه فقط فيما ينص عليه في الدستور. هو لما نقول سيادتك، لما نقول ان الشريعه الاسلاميه مصدر التشريع متضمنه ان حقوق كل من الديانتين اتباع الديانتين اليهوديه والنصرانيه مكفوله جدا،
يعني في الإسلام دي حقوق بديهية، وأنا أرى أن اللي بيتخوفوا من هذا يعني ليس لهم يعني مستند. يتخوفوا من إيه؟ يعني أولا حرية العقيدة موجودة مكفولة، اليهود يهود، المسيحيين مسيحيون، لهم حق العبادة في دور العبادة بتاعتهم، التعامل القوانين بتطبق على المسلم والمسيحي سواء في المعاملات المدنية في العقوبات، لما واحد يعمل جناية هيبقى في فرق بين مسلم ومسيحي؟ يبقى ايه الفرق؟ ما في تخوف. اذا كان في تخوف في الحدود، ده الحدود تكاد تكون في الإسلام ممنوعة، يعني لأن في قاعدة عامة درء الحدود بالشبهات. يعني القاضي إذا بان له وظهر له إن في شبهة في أن المتهم اللي قدامه ده لم يرتكب هذا الفعل، مش يعدل على الحكم، ده وجوبا يحرم عليه أن يحكم عليه. طب اسمح لي دكتور رأفت، احنا خايفين من ايه اما نترك حرية الاعتقاد للناس؟ يعني كل واحد يؤمن بما يؤمن به بشكل او بأي بآخر، يعني واحنا امام دين عظيم، الاسلام دين عظيم، يعني لا يخاف من مثل هذه الامور، بل على العكس البعض يقول ان يعني في اوقات الازدهار الحقيقي للدولة الاسلامية تركوا مسألة حرية الاعتقاد للجميع، لم يغلقوها بشكل او بآخر. يعني لا، هو يعني عندما تترك حرية أولا دي مش عقائد، مش عقائد تعتبر دينية، ده عقائد دنيوية مخلوطة أو مصورة بصورة دينية. يعني لما نيجي نقول واحد إله أو البهاء ولا البتاع، ده كلام هل يتصور؟ لما نيجي يعني نقول إن في نبي بعد رسول الله، يبقى الغينا آية من القرآن الكريم. ما هو اسمح لي، لو احنا خدناها بالمنطق ده كنت حضرتك ممكن تروح أمريكا يمنعوا ان انت تقوم ببناء مسجد مثلا تقيم فيه شعائرك. البوذيين موجودين في أمريكا والبهائيين، كل واحد بيقيم شرائعه بما يعني اتفضل اتفضل يا دكتور يونس. أيوة نعم. اولا نحن فقط نحاول نعرض وجهة النظر الاخرى. نعم. بالطبع. نعم انا واخد بالي. فهو ديت اسمهم اهل كتاب، يعني عندهم بقية من اهل كتاب وعندهم دين يرجعون اليه له اصل. اما بالنسبه لهؤلاء كما قال فضيله استاذنا الدكتور، ديت كلها عبادات ارضيه من صنع البشر، واذا سمحنا لهذه العبادات الضاله انها تنتشر في المجتمع المصري هتؤدي الى انقسامه، هتؤدي الى انقسامه وتحويله الى مجتمع طائفي كما حدث في العراق وكما حدث في لبنان. بل احنا النهارده والاصغر، يعني انت خايف ان المجتمع المصري يبقى بهائي مثلا؟ لا مش بهائي. هؤلاء الناس يزرعون في اماكن معينه لشق الصف وإثارة الفتن في المجتمعات، وهذا أمر معلوم. البهائية وراءهم من وراءهم، والقديانيون كذلك. طب. بل إن النهاردة فيه مد شيعي في مصر، الأزهر عمل مؤتمر كبير والآن بيتصدى بكل قوة للمد الشيعي في مصر خوفا من مصر تتحول الى بلد طائفيه كما حدث في العراق. يعني اجاريك في الحوار، في امريكا والدول الاوروبيه متروك فيها الحريه يعني كما شئت، ومفيش فيها حرب اهليه. الكلام ده فيه تحفظ. اولا في تضييق على المسلمين تضييقا شديدا لبناء المساجد في اوروبا، في سويسرا منعوا المآذن، في فرنسا منعوا لبس النقاب، النهارده في بورما في مذابح للمسلمين ولم تتحرك امريكا. بس انت ضد ده، واضح ان انت ضد ده. طب ليه هتعمله هنا؟ دي حريات مزعومه. الحريه لهم فقط، اما نحن كمجتمع اسلام وكمسلمين عندهم يعني حقوق الحيوان مقدمه على حقوق المسلم. يكفي انهم قتلوا في العراق اكثر من 1 مليون أو 2 مليون مسلم. المسلم تراق دمه في كل مكان. دي ملهاش دعوه بحريه الاعتقاد. لا ما هقول لحضرتك يعني هذه شعارات هذه شعارات مزعومه. بل كل هذه الحرب لا تقام في بلاد المسلمين سواء في العراق غير العراق بدافع ديني وبدافع عقائدي. بتؤتي بنماذج سيئه. نعم. لكن في بلدان اخرى فتحت حريه الاعتقاد للجميع. يدعون الحريه وهم ابعد ما يكونون عن الحريه. واخد بال حضرتك؟ يدعون حقوق الانسان وهم ابعد ما يكونون عن حقوق الانسان. حتى نغلق. انا اريد بس ان اختم كلمتي واقول ان اصحاب الديانات الاخرى لن يجدوا حقهم ولن تصان كرامتهم ولن يستطيعوا ان يمارسوا شعائرهم بحريه تامه الا في ظل الشريعه الاسلاميه. بس ان هي اللي هي الشرائع السماويه التي لها اصل من كتاب. دكتور لو شخص الكتاب اعلن انه بهائي مثلا لكن لم يقيم شعائره في الشارع ولا
ده انت شايف ان هو ساعتها هيكون خارج على القانون؟ احنا قلنا ان هو اي انسان يعتقد والمنافق بيظهر الاسلام ويبطن الكفر. نحن لا نشق على القلوب. لا ولو اعلن عن نفسه. يعني لو طلع مفكر قال انا بهائي يا جماعه هنا هيبقى خرج عن القانون وفقا لهذه للتعديل في الماده الثانيه. البهائيون هؤلاء كفار ليسوا مسلمين. هؤلاء لا يتزوجون ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يصلى عليهم. يدعون أن هناك رسول بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن ليس هناك رسول بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فمن يعتنق دينا يعتقد فيه أن هناك رسول بعد رسول الله فهذا مرتد كافر ليس له حق. دكتور رافع تفضل نغلق الملف. نحن نتكلم على نظام سياسي في دولة إسلامية، يعني دولة تضبطها قوانين من الله عز وجل. من ناحية الـ 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 العبادات لها نظام معين. فلما يجي فئة عاوزة تعمل عبادات بصورة تانية يقولون لا، ده يتناقض مع الدولة اللي احنا فيها. احنا دولة إسلام، مش دولة بهائية، مش دولة قديانية. لا احنا، وبعدين احنا نعلم كل هذه يعني حل سيادتك، بس اسمح لي في دكتور الجماعه تسمى جماعه التبليغ والدعوه، هي معروف حتى يعني جذورها كانت في الهند ولها كان روافد في مصر، تذهب الى جميع انحاء العالم وبتقوم بالدعوه والتبليغ. هم اللي كونوا الاسلام، محدش وقف قدامهم وقال لهم لا ده انتوا بتعملوا حاجه من الممكن يعني ان تخرب البلاد وتؤثر على السلم الاجتماعي، يعني ما حدش قال كده خالص. بين الدوله الاسلاميه وغيرها ان الدوله الاسلاميه مضبوطه بقواعد اخلاقيه، أخلاقية بجانب قواعد إلهية، إلهية في العبادات، أخلاقية في السلوك. دول ما في ضوابط أخلاقية فيهم. لا يمكن أن نقول إن هؤلاء سلوكهم حيكون زي سلوك المسلمين إطلاقا. وبالتالي يبقى إذن بنسمح لفئات تخدش القوانين الإسلامية والأخلاق الإسلامية. يا دكتور يعني جماعة التبليغ والدعوة بتروح تعلن عن نفسها في أمريكا والدول الأوروبية بكل حرية، ما حدش قال إن هي بتخدش المجتمع. يعني لا قياس على المجتمع الإسلامي، لا يقاس على مجتمعات علمانية. العلمانية لا 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 يوجد عندها ما يمنع إن احنا نلقي قنبلتين على مدينتين يقتل فيها الآلاف في لحظات. دي علمانية، والحرية حرية العقيدة. العلمانية تسمح الآن بأن راجل يتجوز راجل. يعني هولندا والسويد القانون يسمح الآن. هل يبقى إذن لما نقول حرية، حرية الأديان وحرية العقيدة، لا هيجي وقت في مصر يبقى هذا التوجه موجود. دكتور يونس، هل ما زلتم مصرين على مسألة أن تكون كلمة السيادة لله مكان السيادة للشعب، أم تراجعتم عن هذا الأمر؟ لا، وطبعا في اعتقاد كل مسلم أن السيادة لله وحده، هذه النقاش فيها تمام. بداية بصرف النظر عن أعضاء في الدستور من الناحية العقائدية أم لم توضع أن من أسماء الله عز وجل، أن الله عز وجل هو السيد، كل من الأرض ومن فيها سيقولون لله، فالسيد هو الله. والسنهوري باشا، وطبعا ده أبو القانون وأبو الدستور، ليه كتاب بيفسر فيه كلمة السيادة. فعلى ما تذكر قال إن السيادة معناها إن هي المرجعية النهائية التي لا مرجعية بعدها، وهذا لا يكون إلا لشرع الله والحكم الله. الله عز وجل الذي يحكم لا معقب لحكمه. لذلك نقول إن السيادة لله، ثم هذه السيادة أعطاها للأمة هي التي تمارسها في أرض الواقع، والشعب مصدر السلطات، وهو يحمي الوحدة الوطنية كما هي نص المادة كده. فنقول إن السيادة لله هذه تنفي معنى الدولة الدينية الثيوقراطية التي فيها الحاكم يدعي الحق الإلهي أو أنه معه تفويض من الله، وأن بشر يستعبد بشر. عندما نقول إن السيادة لله عز وجل وحده، نفينا ان في بشر يستعبد بشر، او ان هو يعطي نفسه حق الاله. يعني هناك اصرار من قبلكم على مساله ان تكون تنص على هذا السياده لله. حضر أنا مثال، والله انا عايز ادخل في تفاصيل لكن الدقائق قليله متبقيه. مثال بسيط سريعا بعد المال مال الله، ولكن اعطانا ملكنا هذا المال نتصرف فيه، ولكن لا نتصرف فيه الا باذن مالك وما يرضي الله. يرضي الله كذلك السياده لا نتصرف فيها الا في حدود دكتور الحلال. دكتور رائع، السياده معنى السياده لله في الدوله الاسلاميه أن الأمور القطعية لابد أن تنفذ كما أمر الله، كما بين الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الأمور التي يعني أعطانا الله عز وجل فسحة من الاجتهاد فيها، يبقى في نطاق برضو القواعد العام اللي هو الشرع الهالي
يبقى إذن في النهاية السيادة لله، سيادة لله في أمور القطعية التي زي ما قلت يا دكتور يعني تزيد. مسألة إن إحنا نغير كلمة السيادة للشعب في الدستور الجديد ونضع مكانها السيادة لله. السيادة للشعب لا تتصادم مع السيادة لله. لأن السيادة لله في نطاق الشريعة. هل ترى داعي لتغييرها من السيادة للشعب للسيادة لله؟ لا تتصادم ما دام يعني. إحنا هنص إن الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع. ما هو اكيد احنا فاهمين ان السياده للشعب لا تعني ان نكترئ على حقوق المولى عز وجل، يعني هو 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 تحولت للبشر يعني لا يتبادر الى الاذهان عندما نقول ان السياده للشعب ان لا يتصادم مع كون الله عز وجل هو الاول في التشريع. لا يتصادم ولا يتصور هذا. اخيرا في يعني اقل من دقيقه، مساله نيابه ان تكون هناك امراه نائبه للرئيس محمد مرسي، هل اعترضتم على ذلك فعلا دكتور يونس؟ والله احنا كنا ممكن تكون مستشارين من النساء، مفيش مانع. انما اصل النائبه معناها رئيس، غياب الرئيس هتكون رئيس، واحنا مجتمع لا يقبل ان يكون رئيس امراه. رافضين ده. نعم. دكتور رأفت رايك؟ لا، هو ممكن تكون نائبه في حدود معينه، يعني ليست مطلقه التصرف كرئيس الدوله، لان رئيس الدوله ممنوع ان يكون في الاسلام امراه. والتطبيق العملي بيبين فعلا ان المرأة لا تستطيع ان تتحمل مسؤولية رئاسة الدولة. حقيقة يعني كان معايا الشيخ جمال قطب منذ يومين وقال عكس ذلك تماما، قال انه من حق المرأة ان تكون يعني رئيسة، نحن دولة مؤسسات ويعني حاول سعادتك مثال واحد. النبي في عرضت عليه والله اللي هو يعني خاب قوم خسر قوما ولوا عليهم امرأة. مدام أكين ولما جرت محاولة انقلاب عسكري عليها هي الرسالة اللي بتحكي وهي رئيس الدولة بتقول انا قوموني من النوم وكان من المستحيل ان اقف امام الات التصوير وانا قائمه من النوم لتاوي. يعني ازاي؟ طب احنا عاوزين قرارات سريعه، يبقى ازاي بقى نستنى لما حضرتك تقف قدام المرايه الراجل برضك ما بيقومش من النوم يروح يقف قدام الات التصوير يعني. لكن انا اعتقد ان الموضوع ده كان محتاج له للحقيقه حلقه بكامله، يعني موضوع المراه وموضوع القبطي تحديدا، ويمكن اسمح لي ان يكون ان شاء الله في حلقات قادمه. اشكركم شكرا جزيلا دكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الاسلاميه وعضو هيئه كبار العلماء، ودكتور يونس مخيون، عضو الجمعيه التاسيسيه للدستور عن حزب النور. اشكركم شكرا جزيلا. كما اشكركم مشاهدينا على طيب متابعتكم لهذه الحلقه. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.